معانا مداخلة، مين يا جماعة قولوا لي؟ حلو، معانا واحد من نجوم نادي الزمالك الكابتن مهاب ياسر، صفقة نادي الزمالك الجديدة. مهاب مساء الفل، حبيبي أمير، أخبارك إيه؟ كله تمام والله ألف الحمد ألف لله. مليون مبروك، بطولة كبيرة. الله يبارك فيك. قول لي الحمد لله. قول لي البطولة دي بالتحديد لما تكون على المستوى القاري وأنت لسه مالكش كام شهر في نادي الزمالك، إيه انعكاسها عليك أو تفرق معاك إزاي في بقية مشوارك مع نادي الزمالك؟ طبعا بطولة تريحك يعني وتديك ثقة وانت لسه رايح بقالك 4 شهور بس في النادي او 5 شهور بالكتير، وتاخد بطولة قارية زي دي مع نادي الزمالك حاجة بتديك دفعة جامدة لبقية الموسم وتاخد راحتك اكتر. طبعا طبعا. طيب انا شفت على وشك فرحة بعد الماتش جامدة جدا، حتى كان في احتفال مع الكابتن احمد سليمان، وانا بحترم جدا الروح دي خصوصا لما يكون لاعب مثلا لسه ما خدش فرصته في المشاركه وان يثبت نفسه لجماهير نادي الزمالك، لكن الروح دي اللي بتجيب بطولات للفرقه. مش بتشارك، مالكش دور كبير قوي ملحوظ مع الفرقه، لكن في نفس الوقت انت فرحان من قلبك بالفوز ده. دي حقيقه، البطوله كانت اجواءها صعبه والماتش ده كان توتر جدا. توتر يعني جدا، احنا بره كاننا بنلعب قاعدين نجري ونتحرك من اول دقيقه. اول فتره في الماتش كده كذا كوره بتجيه فاحنا من بره متوترين جدا، وبعد شويه جبنا جون بدانا نتوتر اكتر. بعد الجون اتوترتوا اكتر ليه بقى؟ بص، بدات يعني ايه، احنا كنا بادئين كويس قوي بعد الجون. طبعا اللعيبه كانت تعبت شويه بعد كنا 20 دقيقه ضاغطين، فبداوا الريتم يهدى شويه، فبدانا احنا نضغط شويه وكله بدا يبقى متوتر. وكمان اخر دقايق دي بقى انت ايه، خايف من اي حاجه، اللي هو لو حاجه حصلت لا قدر الله تبوظ كل حاجه. بس الحمد لله يعني عدت على خير. طيب مهاب، قول لي قبل المباراه دور كباتن الفرقه كان معاكوا ايه، او بيتكلموا مع الفرقه ازاي؟ ايه ابرز الكلمات اللي اتقالت سواء من شيكابالا سواء من عمر جابر، سواء انا عارف الونش ممكن يكون ليه دور حتى لو الفتره دي هو مصاب ربنا يشفيه ويعافيه، بس هو من كباتن الفرقه في اكتر من لاعب مهم، يا رب ما نكونش نسيت حد يعني زيزو كمان. قول لي الكلام كان داير ازاي. بص، هو كله كان مركز في البطوله دي اهم حاجه عندنا، وكل الكلام ان احنا خلاص احنا وصلنا للنهائي وقدامك ماتش واحد، يعني عندك 90 دقيقه وبعد كده تاخد بطوله بالظبط، فيعني مش محتاجه كلام كتير بقى خالص، تحسبها مع نفسك كده ومع الفرقه واحنا قاعدين في الاوضه كله بيتكلم ان انت تلعب 90 دقيقه تاخد بطوله. فكله كان عامل حساب للماتش جدا، وكله كان مركز للماتش بقبلها بفتره، والحمد لله يعني ربنا كفانا بالبطوله دي. كان في اجواء حماسيه قبل المباراه، تحفيز من كباتن الفرقه من جوميز نفسه، مظبوط؟ طبعا، في محاضرات في الاوضه بينا وبين بعض وبيننا وبين المدرب، كله كان بيحفز، حتى انت مع نفسك اللي هو انت يعني 90 دقيقه وبطوله. صح، كانت حاجه بالنسبه لنا يعني مهمه جدا، الحمد لله ربنا كرمنا وخدنا. دور جمهور الزمالك معاكو احكي لي، لان بصراحه المنظر كان اكثر من رائع. منظر امبارح تحفه طبعا. طبعا انت تدخل الاستاد اول لما دخلنا ونزلنا الملعب، تشوفهم كده بالهتاف بالمنظر، اللي هو لا انت ما ينفعش الناس دي كلها تروح زعلانه واحنا ما ينفعش نروح زعلانين. طبعا طبعا طبعا. فلا هم الصراحه مجهودهم جبار طول الماتش 90 دقيقه في ظهرنا، تسافر غانا اي بلد هم وراك. فلا طبعا يعني يسلموا على المجهود الجبار ده، والحمد لله قدرنا امبارح نفرح ونفرحهم معانا. الحمد لله اليوم عدى على خير اول امبارح بالفوز بالبطوله وتتويج نادي الزمالك بهذا اللقب الغالي. قول لي تتمنى تقابل مين في السوبر الافريقي، الاهلي ولا الترجي؟ والله يعني اي حد يكون موجود ان شاء الله نقدر ناخد منه البطوله. اي حد، مش فارق معاك يعني اهلي ولا ترجي. اي حد موجود ان شاء الله نقدر ناخد البطوله. انتوا مركزين على البطوله كبار، بس احنا مركزين ان شاء الله اللي احنا لو اي فرقه صعدت منهم احنا ان شاء الله نقدر. ان شاء الله يكون الاهلي عشان يبقى سوبر مصري باذن الله، يعني سوبر افريقي بكوباية الكرة المصرية. طبعا طبعا، اكيد اكيد ان شاء الله يكون الاهلي. قول لي حاسس ان فرصك قربت تيجي مع نادي الزمالك تشارك بشكل اكبر وتثبت نفسك لجماهير نادي الزمالك؟ ان شاء الله، هو الوقت كان ضيق، الماتشات كانت ورا بعض على طول. الحمد لله شاركت في البطوله برضو طبعا،
دقايق قليله بس مشاركه كويسه. تمام. ان شاء الله الفتره الجايه الدنيا تبقى اريح شويه في الدوري ونقدر ناخد فرصه اكبر باذن الله. الدوري هل بتشوف ان هو بعيد عن نادي الزمالك ولا لسه نادي الزمالك في صوره يقدر ينافس على البطوله؟ والله هو مش بعيد، واحنا بدانا من بعد ما خلصنا الكونفدراليه اللي احنا نتكلم في الموضوع ده وبنحسبها بالماتشات، فلا الدوري لسه موجود، فان شاء الله لو ربنا يكرمنا ونقدر ننافس على الدوري وناخد الدوري. طيب حابب ايه اللي تقوله لجمهور نادي الزمالك بعد البطوله دي وقبل عدد من المباريات المتتاليه حتى بعد التوقف الدولي بخصوص مباريات الدوري المصري؟ ايه الرساله اللي انت حابب توجهها لجمهور نادي الزمالك؟ طبعا احنا بنشكرهم وانا بشكرهم على الدعم اللي هم بيقدموه لنا، هم في ظهرنا من غير حتى ما يشوفونا لسه في الملعب دقايق قليله، بس دايما هم بيدعمونا. وامبارح اول امبارح الماتش، يعني اول ما تخش وتشوفهم دي حاجه تانية خالص، الهتاف بالحماس بالروح دي تخلي اي لعيب نفسه يكون في الماتش ونفسه يلعب. صح صح. ونفسه الناس دي تهتف له. فطبعا بشكرهم وان شاء الله مزيد من بطولات مع نادي الزمالك ان شاء الله يا مهاب، وانا بتمنى لك يا رب كل التوفيق ومنتظر جدا مشاركه اطول مع نادي الزمالك عشان نشوف مستواك المميز وان شاء الله تتالق بشكل ملفت مع الفريق. بشكرك شكرا جزيلا مهاب ياسر لاعب نادي الزمالك والمتوج حديثا ببطوله الكونفدراليه.